من منتخب الشباب او على وجه التحديد حسام غالي. كنا قلنا لكابتن ربيع ياسين ليه دور في انتقال او رشح حسام غالي الى النادي الاهلي. ازيك كابتن ربيع؟ السلام عليكم كابتن كريم، ازاي اخبارك؟ الله يخليك كابتن، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كريم والله، ازيك؟ صحتك بخير؟ اخبارك ايه؟ كله تمام يا حبيبي، ربنا يعزك ويحفظك، كله زي الفل. الله يخليك كابتن ربيع. عندك بعض اللاعبين المميزين ان حضرتك رشحتهم للنادي الاهلي، وشفنا اخر صفقه النهارده حسام غالي اللاعب الهاف ديفندر اللي حضرتك كنا بنتكلم قبل كده على التليفون عليه برضه من فتره، وعرفنا ان حضرتك رشحته للنادي الاهلي. بص يا كريم، انا مدرب لمنتخب مصر، منتخب الشباب. انا ما بتدخلش، خلي بالك اللي تعرفه يا كريم، ان انا ما بتدخلش في اي شيء مع الانديه، بفصل تماما. انا ممكن ان انت كريم في نادي تطلبني تقول لي انا بتفاوض مثلا مع كذا، رايك الفني في ايه؟ انت طبعا لو طلبني اي مدرب في مصر يا كابتن كريم وقال لي رايك الفني، عمري ما اقول لا ابدا. ادي حاجه، واللي لازم بقى تعرفه انا لا ليا دعوه بحسام غالي، ولا وديت ولا اتسالت فيه ولا اعرف حاجه عن النقاش اللي معاه. انا فوجئت في يوم من الايام ان بس اللي اتقال في داخل النادي الاهلي يا كابتن ربيع، ما تزعلش مني، ان كابتن ربيع مرشح لنا اتنين لعيبه كويسين من منتخب الشباب. لا بص، وانا قلت الكلام ده من شهرين على فكره. بص يا كريم، بص يا كريم، لا والله بص، آه. انا جيت في يوم لقيت بيقولوا كده وانا قاعد في اجتماع مع اللعيبه ان حسام غالي مضى للنادي الاهلي، فوجئت زي حد ورب الكعبه يا كريم، وده حصل. كنت عارف ما خافش من ربنا سبحانه وتعالى، انا عملت حاجه غلط، لكن ده اللي حصل مع حسام غالي. تمام، بص هو مضى خلاص، انما بعد كده مجدي طلبه، انت معايا يا كابتن كريم؟ اه معاك يا كابتن، سامعك. لقيت مجدي طلبه لما مسك، شوف بعدها بشهور بيقول لي احنا بتعاقدنا مع حسام غالي، رايك فيه ايه؟ كان هو وياسر ابراهيم بتاع المنصور. بس يا كابتن خلي بالك، هو بقاله فتره بيتمرن مع النادي الاهلي وكان معاك في منتخب الشباب. لا حبيبي لا، برضه كل ده والله العظيم يا كابتن. لا كابتن، من غير ما تحلف حضرتك سادة، انا يعني انا بسالك مجرد سؤال، لكن حضرتك طبعا من غير ما تحلف، حضرتك مش مضطر حضرتك تحلف يعني كابتن ربيع، احنا عارفين اخلاق حضرتك، ويعني ما من غير ما تحلف يعني. احب الهدف، احب الاختيار، احب الاصول، وشوف طول عمري عاوز اعيش محترم، اموت محترم، لا طمعان في حاجه. والنادي الاهلي عندي زي الزمالك، زي المحله، زي انبي، زي المنصوره، زي كلهم عندي زي بعض. لكن النهارده من باب الادب والاحترام، ممكن واحد من اي نادي يا كريم يطلبني يقول لي بعد اذنك يا كابتن ربيع، ممكن يقول لي رايك الفني، اروح اقول له رايي الفني بس. طب هم طلبوك في الاهلي يا كابتن قالوا لك ايه رايك في حسام غالي؟ لا لا، انا قلت لك مجدي طلبه لما مسك التسويق، تعرف صداقتي بمجدي طلبه، قال لي رايك كيف في ياسر ابراهيم ورايك كيف حسام غالي؟ قلت له رايي واحد اثنين ثلاثه اربعه، لا ليا اهلي ولا زب ولا ليا دخل، اقول لهم خدوه ولا ليا دخل تماما. ايوه تعرف يا كابتن كريم، اخلاقياتي ما تسمحش ان انا ارشح، لا لا لا، انا اقول رايي الفني، متشكرين. انا بقيت والله، بس هو الولد يعني طلع، يعني احنا لسه قايل القصه بتاعته دلوقتي، ان هو تامر النحاس وكيل اللاعبين بعته على الورق بس اكنه بيلعب في نادي في غانا، ودي كانت الوسيله الوحيده النادي الاهلي يقدر ياخده من بدون رضاء طنطا، يعني لازم يحترف بره، وهو ما احترفش بره، هو طلع على الورق بس في نادي الغاني، وكان مع حضرتك على طول في منتخب الشباب. مظبوط، هو معايا على طول. يعني ما احترفش في النادي الغاني، وبعد كده النادي الاهلي بعت فاكس للنادي الغاني اشتراه، وبعت فاكس للاتحاد الغاني عشان ياخد البطاقه الدوليه، يعني برضه هو لوائح، هي اللوائح كده، بس هي فيها تحايل ان هو الولد ما لعبش في الدوري الغاني. تعرف يا كابتن كريم، انا قلت له خلي بالك يا حسام، انت لو مشيت من طنطا اوعى تزعل الاستاذ فايز، اوعى تزعل الناس منك، ارضي ناديك لله وفضل عليك، وعاوز تروح يا نادي روح، دي نصيحتي ليه بس. أيوه. يعني عاوز اقول لك حاجه يا كريم، طب ما في اكتر من لعيب راح الاهلي وانا ما اعرفش، رزق ده ما راح الاهلي وانا ما اعرفش، وعندي سليمان ده كان في مدرسه الموهوبين جبته وراح النادي ما اعرفش، في اكتر من في لعيب اثنين. طب اللعيب ما بيجيش يقول لك كابتن ربيع، يعني حضرتك برضو انت يعني طبعا مدرب منتخب مصر وكل حاجه، ولكن حضرتك منتمي للنادي الاهلي وكنت نجم كبير، اكيد بيجي برضو اللعيب وانت قريب، انا عارف علاقتك قريبه باللاعبين، اللعيب قبل ما بيعمل تصرف اكيد بيجي يسالك كابتن ربيع. يا كريم اللعيبه صعبه جدا، اوعى تفتكر اللعيبه دي سهله يا كريم، ولادي لكن متعبين ولؤام جدا يا كريم ومش سهلين، اوعى تفتكر، خلي بالك الله يكون في عونه هيدرب ناشئين، لا لا صح. بص الكلمه دي لما قعدت مع الجهاز الفني قلت له، طبعا عايز اقول لك حاجه، في مدرب حراس مرمى عندي راح لها حارس مرمى من الموجودين في عندي في المنتخب قاعد في نادي، وراح يقعد في نادي ده بقدر الله وجايبين له ورق. قال لي تصدق انا فوجئت ان انا رحت لقيت حارس المرمى موجود، مش قال لي يقول لي مثلا رايح، ولا قال اهو ايه رايك في الكلام ده؟ قلت له السجل ده صعب، الجيل ده متعب، انا بقول لك فوجئت ان حسام غالي بيقول لي ان راح النادي الاهلي ومضى قدام اللعيبه، قلت له يا حسام انت مضيت في النادي الاهلي؟ قال لي يا كابتن، الف مبروك، بص زي الناس.
والله ده حصل يا كريم. فانا عاوز اقول لك ان مش سهلين الاولاد. اوعى تفتكر النهارده واحد دي الاربع سنين النهارده فيهم اللي اتصل. يعني انا غبت يومين عشان كنت في بطوله في الدوره بتاع المدربين. في اللي سال عليا وفي اللي ما سالش وفي اللي ما قال لك. انواع صعب صعب اللعيبه بقت صعبه يا كريم. تمام طيب صعبه جدا. كابتن ربيع في حد تاني هينضم من منتخب الشباب للنادي الاهلي في الفتره القادمه؟ انا ما اعرفش يا كريم خالص. او في مفاوضات او حد من يعني الجهاز الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي سالك على لعيبه مميزين في المنتخب مثلا زي ما سالوك على حسام غالي كده؟ بص يا كريم لما كنت ماسك 89 وماسك 93 انا دايما الماتشات اللي بعملها مفاجئ ان ناس بتيجي تتفرج عليها ناس مدربين واخد بالك من الاهلي ومن الزمالك ومن الانبي ومش عارف من دجله بيجي يتفرجوا. دول اقول لهم يا كريم ما تجوش ما اقدرش. أيوة. انما خلي بالك انا بلعب السن بتاعي ده من صغره وانا بلعبه مع الفرق الكبيره عشان يحتك يعني عنده خبرات بسرعه سريعه. حتى كان في مدرب اجنبي في المهاجمين العرب جه فتره لما كنت ماسك مجلس 89 كان بيجي كل ماتشات يا كابتن كريم بيجي يتفرج عليها عشان ياخد لعيبه للمهاجمين العرب. فده اللي انا بعمله وانت عارف ان انا ما عنديش اي مصلحه ولا ليا في الحاجات الثانيه خالص. لا يا كابتن حدش يقدر يقول كده. احنا يعني بس بنسال يعني الحاجات الثانيه دي كابتن ربيع ياسين اخلاقه معروفه. احنا بنتكلم بس في يعني كلاعيبه منتخب شباب دايما الفتره اللي فاتت بنشوفهم ان هم يعني النادي الاهلي ودايما برضو ربيع ياسين مدير فني وكان اهلاوي او نجم من نجوم النادي الاهلي فدايما بتتاخد كده يعني الموضوع. طب انا عاوز اقول لك حاجه. مره الدكتور محمود سعد جه التدريب واتفرج وقعد معايا وكان بيزورني يعني بيرفع من معنوياتي قبل ماتش كينيا وان والراجل كتر خير واخويا العزيز. ايوه بقول له طب في اللعيبه هنا طب ما اللعيب ده تشوفوه اخويا العزيز وانا راجل بحترم واقدره وبقول له زي ما انما انا لا عمري بتدخل للعيب ولا اقول للعيب روح الاهلي او الزمالك ولا اتدخل انا وفادي والله يا كريم. تمام الماتش الودي اللي جاي امتى لحضرتك يا كابتن ربيع؟ ماتش الودي يوم الاثنين ان شاء الله. انا عملت معسكر من النهارده اهو الخميس جمعه سبت حد اثنين يوم الاثنين ماتش الودي وياخدوا يوم ونبتدي اسبوع ثاني وهكذا يا كريم ان شاء الله. تمام بالتوفيق يا كابتن ربيع ان شاء الله ويعني يبقى في استعداد مميز لبطوله افريقيا القادمه اللي في شهر 3. نطلع فاصل ونرجع تاني وكده بقى في اتنين حسام غالي في النادي الاهلي الموضوع هيبقى